بوجه إصرار وضاح وثغر ثبات باسم صافح أعين مستقبليها الذين لبثوا في أسر الانتظار لواد 8 شهور قضتها هي فترة محكومية في سراح الحرية الطلق. خرجت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي على جمهورها المحتشد وأهالي بلدتها قرية النبي صالح في سانحة استقبلت فيها عائلة التميمي على بساط معية جامع البنت عهد ووالدتها نارمان. طلعة افتتحتها عهد التميمي بهامش إيجاز إعلامي شفعته بمتن استفاضة صحافية توضيحي. في الإيجاز المقتضب المنتزع من بين لهفة حنين ولذعة ضنن أوحت عهد إلى وسائل الإعلام أن الاحتلال إلى زوال وأن الاعتقال ما كان له أن يلين لها قناة أو يكسر لها شوكة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني مستمر في مقاومته للاحتلال الإسرائيلي حتى زواله، شاكرة لكل من ساندها ووقف مع عائلتها المستهدفة خلال فترة اعتقالها في سجون سلطات الاحتلال. بحمل رسالة من وفي التوضيح المسترسل كشفت الأسيرة الحرة على متن مؤتمر صحفي عن رسائل الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن معنوياتهن قوية لا تنكسر وعزائمهن صلبة لا تلين، منبهة إلى المعاملة القاسية والظروف المأساوية التي ترهقهن بها إدارة السجون وسلطات الاحتلال، مضيفة أن بقاء زميلاتها في غياهب الأسر يجعل فرحتها ناقصة. وكشفت عهد عن مطالبة السجينات الفلسطينيات بالوحدة الوطنية ودعم تعزيز الصمود الشعبي ومساندة الأسرى والأسيرات في نضالهم من أجل الحرية، غير مشيحة وجه تناولها عن موضوع قانون يهودية الدولة الذي أدرجته في سياق نظام الأبرتايد. وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية قد قضت في شهر مارس آذار الماضي بسجن الفتاة عهد التميمي 8 شهور بتهمة إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته وفق تفاهم توصلت إليه النيابة العسكرية الإسرائيلية مع فريق الدفاع.